السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا نور عادل، صانع محتوى على منصة يوتيوب على تيك توك. عندي مشروع صغير جدا جدا في الحياة دي، مشروع في الدنيا مشروع في الآخرة. مشروعي في الدنيا مربوط بمشروع الآخرة سوا مع بعض. عاوز أقدم محتوى هادف رسالي جميل. أنا عارف النوع ده من المحتوى ما بيمشي، ولو كنت عاوز أبقى نجم أنا بديت السوشيال ميديا دي من 2017، كان بقيت نجم وعبرتها بطرق أنا عارفها وأنتوا عارفينها وما في داعي نتكلم عنها، هذه كان عبرتها. لكن أنا بحاول دائما أقدم محتوى ينفعني بعدين لما أرجو التهد والناس تذكرني بحاجة جميلة. بحاول أقدم محتوى متنوع، دروس في الحياة، فلسفة الحياة، تأملات في الحياة، حكم، مواعظ، حاجات بالشكل ده. مرات بعمل كوميديا ونكات وحاجات بالشكل ده. فلو عاوز تدعمني في المشروع ده يا جميل أطلع فوق تحت اسمي، هذا لقى رابط يوتيوب دوس عليه، هتلقى قناة اسمها حلو مر، دي قناتي أنا. الحلو مر ده مشروب وعصير سوداني، دوس عليها، فعل الجرس بتاع الاشتراك، تابع القناة، تابع المواضيع فيها. لو لقيتها هادفة وجميلة أكرمني بتعليقات وأكرمني بلايكات، كده هتكون خدمتني في مشروعي، وكده هتكون كسرت الفهم بتاع إنه المحتوى الهادف والرسالي ما بيمشي في السوشيال ميديا. مع بعض أنا هنقدم حاجة حلوة ورسالية وهتمشي لقدام. وبعد ما أرحل لو لقيت الفيديو ده رحم علي وقول والله كان بضحكنا وكان بيقدم لنا حاجة حلوة. أبقى عافية جميل.